بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس في الحرام قناة 10 مينت، واليوم معكم في حلقة جديدة ورائعة من برنامج كوكتيل 10 مينت. واليوم حنتكلم عن مفهوم الاستحواذ والاندماج في شركات الأعمال والشركات الناشئة. كثيرا ما نسمع عن صفقات الاستحواذ المتميزة والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لشركات ناشئة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، وقد بيعت بمبالغ خيالية. وكثير منا بيسمع أيضا عن شركات عالمية مثل مايكروسوفت، سامسونج، فيسبوك سيطرت واستحوذت على شركات ناشئة صغيرة وقد اشترتها بملايين الدولارات. وقد تحظى أنت أيضا مشروعك أو شركتك أو حتى أي شركة أنت قد تعمل بها بصفقة استحواذ أو اندماج لإحدى الشركات العربية أو العالمية. وعشان هيك لازم إحنا اليوم نتطرق لهذا الموضوع بشكل جدي، نفهم طبعا خباياه، نفهم أسراره، أهدافه، حتى أنت تتعرف على مفهوم الاستحواذ لو أنت طبعا سمعت عن هذا المفهوم بعد هيك في النشرات أو الأخبار الاقتصادية. وحتى لو لم تكن صاحب بزنس أو صاحب مشروع خاص، يجب عليك فهم هذا المفهوم لكي تكون واعيا لما قد يحدث حولك في شركتك أو في مشروعك الخاص عند حدوث صفقات الاستحواذ. والآن دعونا نتطرق لمفهوم الاستحواذ وأهدافه، حيث تتعدد أهدافه من التخلص من المنافسين وزيادة الحصة السوقية أو استكمال الإنتاجية لبعض الشركات، وقد يكون أيضا صفقة مربحة لبعض الشركات التي تم الاستحواذ عليها، مثل الحصول على تدفق نقدي لبدء أفكار جديدة وتأسيس شركات أخرى. طبعا من خلال الاطلاع والقراءات المختلفة أنا لخصت اللي هو هدف الاستحواذ إلى هدفين، إما يكون هدف إيجابي أو هدف سلبي. الهدف الإيجابي يتركز في أنه رغبة الشركة في التميز عن الشركات المنافسة، حيث أن التغيرات الاقتصادية فرضت على هذه الشركات اللي هو تطوير قدراتها المالية والكفاءات واستجلاب الخبرات الفنية اللي لازم نضيف إلها ميزة تنافسية تنافس بها الشركات الموجودة في عالم الأعمال. خلينا أيضا نذكر مثال آخر على الاستحواذ بمفهومه العالمي، حيث استحوذت شركة أمازون العالمية على شركة سوق دوت كوم في العام 2017، وهي من أبرز صفقات الاستحواذ التي جرت في العام 2017، والتي قدرت هذه الصفقة ب 650 مليون دولار. وتعد صفقة الاستحواذ هذه من أبرز الصفقات التجارية التي أجرت في العام 2017 في مجال عالم الريادة والتجارة الإلكترونية. والجدير ذكر أن شركة سوق دوت كوم من أشهر الشركات العربية التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ زوار الموقع الإلكتروني لها 40 مليون زائر شهريا. كما أنها تسيطر على سوق التجارة الإلكترونية في الوسط العربي، ومن أشهر الشركات حيث تبلغ السلطة السوقية 75% من سوق التجارة الإلكترونية العربية. خلينا نتطرق إلى مفهوم الاستحواذ بالشكل المبسط بعد ما تطرقنا إلى الأمثلة السابقة، اللي بتمنى من خلال هذه الأمثلة تكونوا استوعبتوا مفهوم هذا الاندماج أو الاستحواذ. وخلينا نوضح مفهوم الاستحواذ بشكله المبسط. هو عبارة عن السيطرة المالية والإدارية لشركة على إحدى الشركات، وذلك من خلال شراء جزء من الأسهم أو الأسهم كاملة. وبتمنى يكون واضح لحضراتكم هذا المفهوم، وذلك من خلال الأمثلة اللي احنا وضحناها على شركة سوق دوت كوم وعلى شركة أوراكل وسيطرتها على شركة بيبل سوفت للبرمجيات. خلينا نتطرق مع حضراتكم لمفهوم آخر هو الاندماج. هذا يعتبر الاندماج أيضا مفهوم ممارس لدى شركات الأعمال الكبيرة أو الناشئة. خلينا نوضح مفهوم الاندماج أيضا بشكله المبسط. بنحكي هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر من أجل ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات. أو بتعريف أبسط، خلينا نوضح أيضا مفهوم الاندماج. هو عبارة عن ضم شركة لشركة أخرى، وذلك من خلال نقل أموالها لهذه الشركة، أو من خلال المزج، وهو العمل على حل شركتين قائمتين وتأسيس شركة جديدة من خلال نقل الالتزامات والأصول لهذه الشركة الجديدة. وخلينا نوضح هذا الكلام بمثال عملي على الوايت بورد، فخليكم معنا وركزوا ولا تروحوا بعيد. وركزوا معنا أعزائي المشاهدين على الحالة العملية لنوضح فيها معنى الاستحواذ والاندماج. الآن خلينا نشوف عندنا شركة A وشركة B. الآن هذول الشركتين الحالة الأولى حيصيروا أو يتحولوا لشركة B، يعني شركة A عندنا شركة ضعيفة أو شركة تم الاستحواذ عليها من قبل شركة B. طبعا شركة B هي الشركة الأقوى. الشركة مين؟ الأقوى.
فحينتج عنا شركة بي وتندمج اللي هو A مع بي، فيصبح عنا الشركة القائمة أو الشركة الأقوى بي هي الشركة التي تبقى. وخلينا نشوف أيضا الحالة الثانية للاندماج، وهي حل شركة A وشركة B وبنتج عندي شركة جديدة وهي شركة C. زي ما أنتم ملاحظين هي شركة جديدة تكون قائمة نتيجة حل شركة A وشركة B. بينما في الحالة الأولى حكينا أنه الحالة A الشركة A مع الشركة B يحدث هناك اندماج، حيث أن شركة B الأقوى وتذهب اللي هو شركة A أو تنتقل أموال والتزامات والأصول لشركة B، فتصبح عندي شركة B هي التي تظهر فقط على أرض الواقع. بتمنى أكون وضحت لحضراتكم الحالتين أو الفرق بين الحالتين من الاندماج اللي هي أمامكم على الوايت بورد. بنقول أيضا أن هناك ثلاثة أنواع من الاندماج: الاندماج الأفقي، الاندماج الرأسي، الاندماج المتنوع. وأنا حابب أيضا أوضح هذه الأنواع الثلاثة على الوايت بورد لحتى يتم استيعاب هذه المفاهيم بشكلها العملي. وخلينا نوضح بمثال عملي الاندماج الأفقي. عندي شركة A تنتج البسكوت وعندي شركة B تنتج الشيبسي، ممكن يتحدوا مع بعض ويكونوا لشركة واحدة اللي هي تنتج طبعا منتجات في نفس المجال وهو الأغذية. يعني ممكن أنا الشركة الواحدة تنتج اللي هو منتج بسكويت وشيبسي، ولكن تبقى في نفس مين الليفل أو نفس المجال وهو مجال إنتاج الأغذية. خلينا نوضح مع حضراتكم النوع الثاني من الاندماج وهو الاندماج الرأسي، واللي بيحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة. مثال ذلك يعني اللي هو اندماج اللي هو شركة A تعمل في إنتاج الخبز، تمام، ومع شركة B تعمل في مجال إنتاج الدقيق، ممكن يندمجوا مع بعض وتصير شركة واحدة. طيب خلينا نتعرف على أهداف هذا الاندماج. ممكن يكون أهداف الاندماج للنوع الثاني ممكن توفير تكاليف، توفير اللي هو تكلفة التعاقد، أو توفير مواد خام، وتفر السبب اللي ممكن يكون لهذا النوع من الاندماج. وخلينا نتعرف أيضا على النوع الثالث من الاندماج وهو الاندماج المتنوع، والذي يحدث بين شركات اللي هو تعمل في مجالات أو أنشطة اقتصادية مختلفة من أجل تنويع المنتجات. وذكرنا مثال بسيط يمكن بنحب نذكره هنا على الاندماج المتنوع، وهو استحواذ شركة عمارة على شركة نمشي من أجل الدخول في سوق التجارة الإلكترونية وفتح فرصة جديدة لها في عالم الأعمال والريادة. دعونا نضرب مثال على صفقات الاستحواذ في المنطقة العربية، ومن بين هذه الصفقات استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، حيث تعتبر شركة كريم من الشركات الرائدة والتي اشتهرت في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال النقل الذكي، وهي شركة تأسست في عام 2012 في الإمارات العربية المتحدة. واستطاعت هذه الشركة أن تتوسع خلال 5 سنوات منذ تأسيسها في 13 دولة، مما أعطاها قوة وميزة تنافسية، مما زاد الضغط على شركة أوبر بأن تحاول الاستحواذ على هذه الشركة. وقد توصلت شركة أوبر مع شركة كريم إلى اتفاقية استحواذ بلغت 3 مليار دولار، مما يعطي صفقات الاستحواذ أهمية كبيرة لدى الشركات الناشئة والشركات الكبرى في المناطق العربية ومختلف أنحاء العالم. ودعونا نضرب مثال آخر على صفقات الاستحواذ، من بينها أيضا استحواذ شركة إعمار على شركة نمشي، حيث تأسست شركة نمشي عام 2012 وهي متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية. وقد لجأت شركة إعمار إلى الاستحواذ على شركة نمشي بعد فشلها في الاستحواذ على شركة سوق دوت كوم. وخلينا نضرب مع حضراتكم أمثلة أخرى على الاستحواذات والاندماجات الشهيرة التي حدثت للشركات الناشئة من قبل الشركات العالمية، حيث استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة لينكد إن بقيمة 26 مليار دولار، وذلك بعد أن عادت شركة لينكد إن تشكيل نفسها من شبكة اجتماعية متخصصة في الشركات المهنية إلى شبكة ذات محتوى مفتوح ومتقدم. بنضرب مثال آخر على شركة بيت سمارت أو متاجر بيت سمارت لبيع الحيوانات الأليفة، حيث استحوذت على شركة تشيوي دوت كوم بقيمة بلغت 3.35 مليار دولار في العام 2017، وذلك من أجل فتح باب أو سوق جديدة لها في عالم التجارة الإلكترونية. تعتبر هذه الخطوة من قبل متاجر بيت سمارت وذلك لفتح سوق جديدة أو مساحة جديدة أو التكيف مع متغيرات السوق وسلوكياته التي تتغير كل يوم نتيجة التطور التكنولوجي المفتوح على العالم. خلينا نضرب معكم مثال بسيط على صفقات الاستحواذ، حيث قامت شركة يونيليفر بالاستحواذ على شركة دولار شيف كلوب من أجل منافسة شركة جيلت العالمية، وقد أثر ذلك الاستحواذ
الاستحواذ على مبيعاتها بنسبة 47% من قيمة المبيعات المباشرة للمستهلكين. وهيك بنكون أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بتمنى يكون مفهوم الاستحواذ والاندماج واضح بالنسبة لحضراتكم، وياريت إن شاء الله يكون في تفاعل من حضراتكم بالتعليقات عشان أي سؤال أو استفسار إحنا نوضحه بإذن الله تعالى. بحب أذكر حضراتكم أيضا أنه في ملخص حيكون لكل حلقة من الحلقات اللي أنا بقوم برفعها على قناتي على اليوتيوب، لو حابب تقرأ ملخص هذه الحلقة هتجده في وصف هذا الفيديو. طبعا بتمنى منكم التشجيع والدعم، وذلك من خلال اللايك والشير، ولا تنسى الضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتي 10 minutes. ونختم بقول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أشوفكم في الحلقة القادمة. سلام عليكم.